بنتكلم على تطور العلاج. تطور العلاج يمكن البشرية بدأت علاجها بحاجات بسيطة جدا اتعلمتها من الحيوانات. يعني مثلا القطة كانت لما بتيجي يجي لها مغص أو الثعالب كانت بتطلع على الجبل وتمضغ شوية أوراق من النعناع، فتعلم الناس أن النعناع والأوراق المشابهة دي بتعالج المغص. في ناس مثلا جربت أيام ما كانوا بيكتشفوا البن وأيام ما كانوا بيكتشفوا الحبوب اللي هي بتسبب الانتباه، كانوا بيستخدموها الأول لتسكين الألم. ورق الصفصاف أو اللي طلعوا منه بعد كده الأسبرين، لقوا إن هما لما بيمضغوه أو بيسخنوه بيطلعوا منه علاجات. البشرية مشيت الأول إنها تاكل النباتات اللي بتشيل الألم، خلاص؟ بعد شوية قالت طيب ما احنا ناخد الأوراق اللي بتعمل الألم دي ونجففها ونحطها في محلات اسمها محلات العطارة. يبقى محلات العطارة خدوا النباتات زي مثلا شوك مريم أو شوك العقول، كان بينمو على الشواطئ، شواطئ الترع، خدوه وبعدين نشفوه وادوه للعطارين. كل بقى اللي عندهم كده شيح البعيصران، مش عارف عندك شيح البابونج، ها زهر البابونج، عندك الشيح البلدي الأرتماسيا، عندك مثلا الكمون، ها حتى الحاجات الورقية الكزبرة الحلبة كذا، خدوا البذور بتاعتها وحطوها عند الايه العطار. بعد كده قالوا طب البذور اللي عند العطار دي نستعملها ازاي؟ قالوا ممكن نستعملها مثلا نحط عليها ميه سخنه ونشربها، وممكن ننقعها وناخد المقنوع بتاعها، خلاص، وممكن نطحنها ونعمل منها عجينه زي مثلا اللبخه اللي بنحطها، مثلا الكزبره، الكزبره دي ممكن اغليها واشربها تظبط لي السكر والضغط، خلاص. ممكن الكزبره اخد معلقه اغليها في كوبايتين ميه وانا عندي حصى بتفتت الحصى بودره. الكزبره دي ممكن اسخنها واحطها في حته شاش او قماش واحطها على مكان الورم بتحلل الورم بتفتفته. دي مجرد نموذج لتطور العلاج. يبقى انا ممكن اخده مطحون، وممكن اخده عليه ميه سخنه، وممكن اخده كلبخه زي مثلا الحنه. الحنه مثلا مع نبات الارض لما بيطحنه وتعجنه ولما تحطه على مكان الالم سحر، سحر. زي ما اكون انا عندي الام شديده في رجلي، مجرد ما بعمل حته عجينه واحطها على رجلي كاني حطيت حته ثلج، الالم اختفى، الالم بتاع القدمين بيختفي في 5 دقائق، خلاص. اذا انا عندي ممكن علاج موضعي زي الصبار البلدي، اشق الصبار طلع الماده المخاطيه، عندي الم في راسي، عندي الم في ركبي، عند الصبار ده عامل زي يعني مسكن مخدر موضعي سريع. طيب البشرية صارت في التطوير، طب ما نجيب المادة الفعالة ونعملها سنسيتك. يعني ايه اللي في الاسبرين، ايه اللي في الصفصاف، طلع ان هو استايل سلسلك اسيد، طب ما نجيب السلسلك ونخلقه ونعمله في المصنع ونعمل ماس برودكشن كبير ونعمل الاسبرين. فبقى ده المرحلة الأخيرة اللي وصلت إليها البشرية اللي هي السنسيتك. يعني ايه سنسيتك؟ يعني مخلق. حاجة تانية، كل المضادات الحيوية اكتشفناها ازاي؟ اكتشفنا مثلا ان في عفن اسمه البنسيليوم كان بينمو على العيش على البصل على مش عارف ايه، جبنا العفن ده وعملنا عليه تجربه، لقينا ان العفن ده بيمنع نمو البكتيريا. فلما بيمنع نمو البكتيريا طلعنا منه مضاد حيوي، بس بشرط ان العفن ده نفسه مش سام بالنسبه لنا، لان ممكن اعالج حاجه فموت حاجه تانية. فطلعنا من البنسلين او من البنسيليوم، عبر البنسيليوم اللي هو المضاد الحيوي الاولاني، ابو المضادات اللي اسمه الايه البنسلين. طبعا البنسلين في ناس عندها حساسيه منه، انك لو اديته حقنه، لو دي حقنه الثانيه يقع في الارض يموت منك. ففي ناس عندها حساسيه، وبدات الاجيال التاليه بقى السيفالوسبورينز والكلوروكوينز والكوينولونز، كل عائلات المضادات الحيويه كانت بتكتشف اصلا من مصادر نباتيه. بعد المصدر النباتي نبتدي نخلقها ايه؟ صناعي، كيمياء. وبعد ما نخلقها صناعي نعملها بيوريفيكيشن، نعملها حقن بقى وراس وكلام من دي. حدوته المضادات الحيويه، كلام كويس. طيب ما بقي عندنا المصدر الاصلي اللي هو العطاره، عندنا 30 40 ماده. انا بدات الحقيقه مع هذه المواد، الحقيقه بداتها في المرحله الاولى سنه 85، احنا النهارده 2000 وكام 21، انا بدات التجارب سنه 85. من 85 ل 90 كنت بتعرف على المواد السامه. هو في نباتات سامة؟ طبعا، يعني فطر عش الغراب ده فطر بناكله،
لكن في فطريات تانية سامة لو كلتها تموت. خلاص؟ يبقى إذن في عندك نبات سام ونبات مش سام. هقولك على حاجة غريبة، الأزهار بتاعت النباتات، أغلب الأزهار بتاعت النباتات المادة اللي جواها سامة تموتك. احنا كنا مرة في مؤتمر لمنتجات النحل، فبنقول للناس إن أهم حاجة النحل يروح ياخد الرحيق السام التوكسيك جلايكوسايدز، ياخدها من الزهور ويحولها بقدرة الله إلى عسل فيه شفاء. تاني، النحل بيروح ياخد رحيق الأزهار السام ويحوله إلى إيه؟ ها؟ إلى عسل فيه شفاء. فلما قلنا للناس كانوا بيضحكوا علينا زمان، يجيبوا طشت أو حلة مليانة مية بسكر ويخلوا النحل يشربها وبعدين يروح يعملها لنا عسل. ده عسل إيه ده؟ عسل وسكر. ده عسل وسكر، عسل ده مش عسل طبي. فقلنا لهم يا جماعة انتوا بتضحكوا علينا، العسل اللي انتوا بتعملوه ده مش مفهوش الأزهار، مفهوش كلام ربنا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. انتوا ما تاكلوهاش سمرة، تشربوها مية بسكر. وفي ناس بتاخد جلاد المية بسكر وتسقي النحل، النحل يعمل عسل، يروح صابين 10 كيلو من الخلية، 20 كيلو الخلية الحقيقية ما تجيبش كيلو 2 كيلو، هو يخلي الخلية تجيب 10 كيلو، 10 كيلو إيه؟ مية بسكر. طب ما ده ما يرضيش ربنا، ايه المواد الفعاله اللي فيه؟ مفيش. عشان كده كيلو العسل الجبلي ب1000 جنيه وكيلو العسل بتاعنا مثلا ب100 جنيه. يبقى كيلو العسل الجبلي قد العسل اللي احنا بنلعب فيه بميه بكام؟ 10 اضعاف. عرفنا؟ يبقى اذا النحل بياخد المواد السامه الموجوده في رحيق الازهار جوه الزهره ويحولها الى مواد فيها شفاء باذن الله. لو احنا كلنا الازهار يحصل لنا ايه؟ نموت. عرفته؟ ومن رحمة ربنا ان ما اكلش الازهار، عشان الازهار دي لسه هتتلقح وبعدين تدي ثمار، الثمار دي كبيرة وجوه الثمار بذور لنباتات تانية، لو كلنا كنا الازهار فيش نباتات تانية. انت موت قطعت دورة الحياة بتاع النبات. الجميل بقى ان احنا نوصل الى طريقة ناخد فيها المواد الفعالة من غير ما ناخد بقى اكستراكشن وسنسيتك ومواد مخلقة ومواد لها سايد افكتس جامدة و نرجع تاني ونقول ان الفترة اللي انا قضيتها 5 سنين الاولانية من 95 انا كنت بتعرف على المواد السامة وعملت رسالة ماجستير، وكانت تأثير البايروسرويدز او بعض المواد حتى الطيارة الفولاتايلز وتأثير على الناس، لان ساعتها اكتشفنا ان احنا بنحط اقراص البايروسرويد او ريد او غيره بنحطها عشان تطرد الناموس وبعدين الناس تنام فتستنشق هذه الابخرة. بتعمل ايه؟ بتعمل انيميا، بتعمل بون مارو انهبيشن، بتخلي العيال وشها اصفر ما تستعملش. فبيقول لك حط القرص ونايم ملهاش اي اثار، ده انت لو بلعت القرص مش هعمل لك حاجه. الكلام ده مش مظبوط. دي اول 5 سنين. 5 سنين تانيه ابتدينا نجيب بقى المواد الطبيعيه، كان في عصر اللي هو من سنه 90 ل 95 كنت بشتغل على مواد اسمها الانتي اوكسيدنتس او المواد المضاده للسرطان والاشعاع والشوارد السرطانيه، وكانوا عاوزين مواد ايه تطول العمر والكلام ده. فانا اشتغلت على الانتي اوكسيدنت دي، اشتغلت عليها 5 سنين، زي الفوليك اسيد، اسكوربيك اسيد، كان ساعات فيتامين اي اللي هو ريتينول، اشتغلت على بعض الفوسفوليبيدز. دول كنا بنجيب فيران اللي هي فيران التجارب وبنديها المواد دي وبنديها مواد سامه ونشوف بتعمل بروتكشن ولا لا، بتعمل وقايه ولا لا، مناعه ولا لا. فطلع انها المواد الخضراء في الفوليك اسيد، في البقدونس، في الكرفس، في الجرجير، في كل المواد الخضراء اللي عملت منها بعد كده المشروب الاخضر لعلاج السرطان ده، كان تجربه استمرت معايا 5 سنين. واكتشفت ان المواد الخضراء الطبيعيه الطازجه، بقدونس وكرفس وجرجير وبصل وجزر والحاجات الخضراء، بتعمل 3 حاجات. الحاجه الاولانيه بتعمل بروتكتيف افكت، يعني اثر وقائي، بتعمل ميمبرين ستابلايزيشن، بتقوي الاغشيه بتاعت المخاطيه ضد السموم والاشعاع والسرطان. الاثر الثاني بتدي اندونيوكليز انزيمز، فبتكتر الانزيمات اللي بتقتل الخلايا السرطانيه. الحاجه الثالثه انها بتوسع الاوعيه وبتلحم الاوعيه الممزقه، ده اللي بنسميها فاسكولايز. الكلام الجميل ده اكتشفناه لان الفيتامينز بعد كده واللي مكتوب عنها ان مثلا فيتامين ايه ضروري للنظر، وزمان قالوا الجزر بيقوي النظر. الفيتامين اي والفيتامين سي والفيتامين بي، فيتامين سي مثلا ضروري جدا لبناء كرات الدم الحمراء، من غيره يبقى في انيميا.
خدنا الاسقربوط اللي هو نزف اللسن نقص فيتامين سي بيخلي السنان تجيب دم. عندك مثلا الجلد المتشقق والجلد ده، ناس ما بتاكلش سلطه خضراء، شفايفها مشققه وجلدها خشن وبيشقق وعندها بقع بيضه في جلدها. البقعه دي ممكن تبقى صغيره وبقع تكبر ويقول لك ده بهاء، والناس دي ما بتاكلش سلطه خضراء. فاكتشفت بعد 5 سنوات من الابحاث والتجارب، كلفتني الاف الجنيهات وكلفتني عمري، واكتشفت منها في الاخر المشروب الخماسي ضروري لعلاج السرطان، ضروري لتفتفتة الحصى، تفتيت الحصى الى بودرة، ضروري علشان تنقذ البشرية. اوعى تاكل من غير سلطة خضراء. عرفت انا بقول كده ليه؟ عشان انا قعدت 5 سنين اعرف اهمية سلطة الخضراء.